كل واحد ربح حاله من هون هناك. انا بشوف كيف بتتميز معهم، فيها سويت بوكس هذا الروف المنتج انا عملته. طيب كنا نبلش What?
front end. Our front end. Our front end. هذه الأرض هنا. So you have another front. مظبوط. مشيت أنا على الأوفسيت تبع المبنى اللي مسموح فيه. بلس الكابيتال أريا جوه البوتيك مسافته 280 ممكن يتأثر كذا محل، ممكن ينفتح كذا جوه. كونكتد بالباركينج أز برايفت في اللي هو برايفت أكسس. في له سيرفيس تبعته بس في حدا بده يجي حدا يزور في صوت برا أو صوت تحت مش مشكلة بيطلع لفوق. في له جرينري أنا حسيته واحد أز لايك ستراكشر تبع أي شيء ثاني للمبنى. حطيته فيري فيري لايت كلاس اند ستيل. و at the same time الأكسس مفتوح عليه ما بحسه إنه جاي برق إعادة المبنى أو غيره. وما له علاقة. There is no vehicular access. No vehicular at all. بس بالباركينج ممكن إذا بنزل الستورج اللي عم يعمل معه ستورج في له ستورج تبعه بفضي وبيطلع لفوق. وبده عنده ناس جاس بصفوا برا فيهم ينزل يعمل أكسس ويطلع لفوق. وننتقل لهون على الميزانية. هذا الميزانية بنرجع ممكن نوقف هون ونشوف اللوبي كله اللي نحن نشوفه ونشوف عن السيم تايم عن هذا الميزانية اللي بده يجيبها وهي الأكل اللي بيستقبلها بلس في سوري بول. سوري بول إذا نشوفه هيك شايف كيف يكب سوري بول عامل هون بوتوم فور كده تحت على الفاونتين من أول فورت. قد ايه الدايمنشنز؟ هذا كله اياه هو مثلا السوري بول. السوري بول عندي اياها 12 باي 60.